اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله كده هنبدأ يومنا، وهو روتين اليوم في المطبخ اللي ما بتغيرش. بنخش نعمل الأكل بتاعنا الغدا، ونغسل المواعين، ونخلص اللي ورانا في المطبخ. إن شاء الله بقى هنشوف هنعمل إيه. أول حاجة كده أنا هعمل كوفي ميكس، حاجة كده أشربها أنا وشغالة في المطبخ. الاول مره بقى يشوف القناه يا ريت يعمل سبسكرايب ويفعل جرس التنبيه عشان عيلتنا تكبر وتشجع واعمل لكم فيديوهات اكتر. يلا بينا. اول حاجه كده هنبدا بيها النهارده في المطبخ بتاعنا الغدا. انا هعمل صينيه رقاق طري، وهعمل اجنحه ان انا كنت عاملاها معاكم في الروتين اللي قبل كده. وهعمل ايه تاني، حمر بطاطس، وهعمل سلطه. هقلب بقى اللحمة كده، انا حطيت في الطاسة شوية من الزيت وهقلبها اشوحها كده لحد ما تاخد لون معايا، وبعد كده هنزل بالبصل. طبعا في فيديو مفصل خالص للرقاق الطري انا منزلاه، ابقوا اتفرجوا عليه وشوفوا طريقتها بالظبط بكل التوابل اللي انا حطاها وكل حاجة في الفيديو. هحط بقى التوابل بتاعتي كده على اللحمة زي ما انتوا شايفين. وهقفلها بقى بالشكل دوت. طبعا انا بقصر في الفيديو، انا بس بوريكم الروتين اللي انا بعمله في المطبخ كل يوم. لازم بقى كده ننظم وقتنا لان اليوم بيجري بسرعة ومفيهوش وقت خالص، فلازم ننظم وقتنا عشان اليوم بيجري معانا. خلاص بقى انا كده ابتدي اقفلها وادخلها في الفرن، مش تاخد معايا وقت خالص. خلاص بقى كده خلاص انا قفلتها وحطيت على الوش سمنة، وبقطع زي ما انتوا شايفين كده قبل ما تدخل الفرن، وهوديها الفرن على طول. بقيت اللحمه بقى اللي معايا انا معصجه طبعا كيلو لحمه، هشيل الباقي في اكياس يبقى جاهز معايا استخدمه في اي وقت، يوفر عليا وقت ومجهود. هعمله كده على كيسين اهو، انا قسمت نص الكميه في كيس والنص التاني هحطه في الكيس التاني. اهو خلاص كده، كده خلاص بقى اتعملوا على كيسين، هشيلهم في الفريزر. ومعانا كده شويه من المواعين هنغسلها عشان المطبخ يروق، عشان احنا عارفين طبعا طول ما في مواعين في الحوض المطبخ بيبقى مكركب خالص. هنشطب بقى الحوض مع بعض بالشكل ده. يلا بقى قومي تشجعي كده وخلصي المطبخ بتاعك واعملي الغدا، مش هياخد وقت معاكي خالص. احنا طبعا يعتبر 3/4 اليوم بنبقى في المطبخ، من مواعين لطبيخ لغسيل، فاليوم طبعا بيخلص في المطبخ يعتبر. فنتشجع كده ونشجع بعض، انا عارفة ان احنا كلنا شاطرين، هنتشجع كده مع بعض كلنا ونعمل حاجتنا ونخلصها ونخلص غدانا ونفضي الحوض خالص. اهو خلاص انا كده قربت اخلص بقى المواعين، ما خدتش وقت معايا خالص. ونشوف هنعمل ايه تاني للغدا. خلاص كده خلصت المواعين بقى وجبت بطاطس، قلت اقشرها كده واحمرها عشان اعملها جنب صينية الرقاق الطري. انا طبعا بحب البطاطس دي اللي هي فيها حته حمراء دي، بتبقى تحمير وحلوه جدا. خلاص بقى انا كده قشرتها قطعتها صوابع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ما خدتش وقت معايا خالص. كده بقى انا هقطع الكمية اللي معايا اللي انا عاملاها من البطاطس،
طبعا احنا بندي افكار لبعض، نشوف بقى نعمل غدا ايه، فكلنا بناخد افكار من بعض. انا خلاص كده قطعتها وغسلتها وحطيتها في ميه معايا بقى الاجنحه. انا كان في روتين كده عاملاه كده، كنت جايبه في الفراخ دي اجنحه انا هعملها، كان في فيديو برضو لطريقه الاجنحه دي، نص سلقه وحمرها في الدقيق والبقسماط فبتبقى حلوه جدا. انا بقى بعمل الخلطه بتاعتها اهي، انا عندي ولادي بيحبوها جدا. عارفين انتوا الاكياس الكوكي اللي هي الاجنحه، التتبيله اللي انا بعملها دي بتطلع نفس الطعم بالظبط ويمكن احلى كمان. في فيديو انا عاملاه للاجنحه، هبقى احط لكم اللينك بتاعه عشان تشوفوها، وبتنفش كده معايا وبتبقى حلوه جدا. ان شاء الله هنزل لكم اللينك وشوفوا الوصفه بالظبط. الغدا بقى ما خدش معايا وقت خالص زي ما انتوا شايفين كده. خلاص بقى بصوا بقى صينية الرقاق، الطري بقى شكلها عامل ازاي، تحفة جدا. بصوا مش ناشفة ولا اي حاجة، حلوة قوي. تمام كده، وانا خلاص بقى حمرت الاجنحة وحمرت البطاطس، تعالوا نشوفها ايه رأيكم بقى، حلوة قوي. بص بتنفش ازاي، جميلة جدا. وهي البطاطس حلوة قوي برضك ما شاء الله. خلاص كده بقى انا خلصتهم، وكده بقى الغدا خلص معايا. هنتغدى، تعالوا اتغدوا معانا. هخلص غدا بقى وارجع كده بقى اشطه بالمطبخ ونشوف هنعمل ايه تاني. خلاص كده بقى انا خلصت الغدا وهغسل بقى بقية المواعين اللي طلعت من الغدا زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الحاجة الوحيدة اللي ما بتفضاش هو الحوض، تحس كده ان في حد داعي علينا ان الحوض ده ما يفضاش خالص. اهو كده بقى انا بغسل كده مواعين الغدا عشان الحوض يبقى نضيف زي ما انتوا شايفين كده. واليوم الحمد لله كان جميل وعدى، وعملنا الغدا واتغدينا، خلصنا المواعين بتاعتنا، وادينا بنشطف في المطبخ اهو عشان نخلص منه، ما بيخلصش ابدا بالشكل ده. هلمي بقى الحاجات اللي في الحوض عشان ما تسدهوش، وبعد كده بقى اغسل المعلقتين دول وخلاص كده. نخلي بالنا من الفتافيت اللي بتقع دي عشان بتسد الحوض بسرعة. هنغسل بقى كده الحوض زي ما انتوا شايفين، وانا طبعا ايدي فيه على طول فعشان كده ايه يعني بينضف معايا بسرعة. طبعا الحاجة لما بتبقى ايدك فيها وتيجي تغسليها بتنضف بسرعة، ما بتاخدش معاك وقت ولا بتتعبك خالص. وانا كنت لسه غسلاه امبارح بالكربونات وملح الليمون والخل. انا بغسل يوم ويوم بالكربونات وملح الليمون والخل، لكن انا بغسل الحوض عادي يوماتي، بس ملح الليمون والخل بعمله كل يوم ويوم مش كل يوم. بيبقى حلو جدا في الحوض اللي استلس وينضفه وبيخليه يلمع، بيبقى نضيف جدا. انا بقى كده بشطفه اهو معاكم وبمسحه اهو. خلاص كده خلصته، هجيب بقى الطبق دوت. انا كده خلاص خلصت الغدا وخلصت المواعين، هعمل بقى خلطة كده حلوة عشان انقع فيها ايه الفوق بتاعة المطبخ. هحط مية سخنة واحط معلقتين من الكربوناتو ومعلقتين من ملح الليمون وشوية من الخل، وبنقعها بقى شوية كده، وبحط عليهم صابون اللي هو الصابون السائل بتاع المواعين، بينضف جدا معايا. بنقعهم بقى كده شوية كده بتاع ساعتين ولا حاجة، وبعد كده بغسلهم وبيبقوا زي الفل. تمام كده، اغسل بقى العلبة بتاعت المعالق. انا خلاص صفيت المواعين وشلتها وصفيت المعالق وشلتها، اغسل بقى العلبة بتاعت المعالق دي زي ما انتوا شايفينها كده. وانا قلت لكم يا جماعة احنا بندخل المطبخ ما بنعرفش نخرج غير لما نخلص الحاجة اللي فيه، عشان لو سبناها هتتراكم علينا ومش هينفع ان احنا نسيبها اساسا. انتوا عارفين طبعا النمل بيجي على
على الحاجات والفتافيت اللي بتتبقى من الاكل والحاجات دي كلها، فلازم نكنس المطبخ كل يوم ونروقه كده ونشطبه عشان يبقى نضيف معانا وما يجيش فيه نمل ولا حاجة. اه خلاص كده بقى انا خلصتها، سيبها بقى ايه مع نفسها كده تتصفى بالشكل ده. هنشف بقى الحوض خلاص. انا كده خلاص شطبت المطبخ كله، خلصت اليوم بتاعي النهاردة. هعمل بقى كوبايتين شاي كده انا وجوزي بعد الغدا نشربهم. تعالوا اشربوا شاي بقى اهو بالشكل ده. مش هوريكم طبعا انا بعمل الشاي ازاي، احنا كلنا بنعرف نعمل شاي طبعا، بس انا بقول لكم ان انا يومي خلاص الحمد لله خلصت وبعمل الشاي واروح بقى اشرب الشاي انا وجوزي والحمد لله على كده. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم واتبسطتوا منه وتشجعي كده وقومي اشتغلي كده في المطبخ وفي شقتك وهتلاقي كل حاجة خلصت ان شاء الله. نتقابل في فيديو جديد ووصفة جديدة، واسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.